هذه يبدو مرسلة تقول: هل يجوز لي أن أكشف عن أخو أبو زوجي أي عم زوجي؟ وسؤالها الثاني: هل هناك سن معين للطفل إذا بلغ يمتنع عن الكشف عن النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عم الزوج لا يجوز للمرأة أن تكشف له، لأنه ليس من محارمها بل هو أجنبي منها، وإنما الذي تكشف له هو أبو الزوج، قوله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذي تكشف له المرأة هو أبو زوجها أو جده، أما أعمامه وإخوته وأخواله جميع أقاربه فإنهم أجانب ما عدا ابن الزوج أو ابن ابنه، فتكشف له كما تكشف لأبيه وأبي أبيه. إذن تكشف لأصول زوجها ولفروعه، أما حواشيه من الأعمام والإخوة وبني الإخوة والأخوال فإنها لا تكشف لهم لأنهم أجانب منها. وأما الطفل فما دام طفلا فإنه لا يجب على المرأة أن تحتجب منه، قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا بلغ الطفل سن الاحتلام فإنه يجب على المرأة أن تحتجب منه، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. نعم.